مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعين لعبة 12 والشرقية، حلقة جديدة ومتابعة جديدة لملف مهم نبدي به بعد الفاصل. أتمنى تظلوا معنا يعني. لما يكون الحديث عن الزوراء فبالتأكيد الحديث بمتابعة جماهيرية جارفة، وكلنا نعرف قيمة الزوراء بكرة القدم العراقية وقيمة ما قدمه هذا النادي الكبير لكرة القدم العراقية. والزوراء هذا الموسم هو بطل الدوري للمرة 14. هذا اللقب جعل من الزوراء ممثل العراق في معترك كبير وكبير جدا هو دوري أبطال آسيا. كل ما يخص الزوراء بالموسم القادم وما تنتظره من تحديات راح نتابعها بحلقة اليوم، لكن خلينا أولا نذهب لتقرير زيد السراج نتابع. موسم انقضى حقق فيه الزوراء جزءا كبيرا مما يريد بتتويجه بلقب الدوري 14 مرة، رقم قياسي كبير لزعيم الأندية العراقية عوض فيه عن الإخفاق الآسيوي في كأس الاتحاد، لكن ما تحقق يتطلب المحافظة عليه ويزيد من أعباء المسؤولية على كاهل الإدارة للظهور بشكل لائق في دوري أبطال آسيا، البطولة الأولى على صعيد القارة، بطولة تحتاج إلى لاعبين على أعلى المستويات، وهو ما سيبحث عنه أوديشو أيضا وملاكه المساعد بعد تجديد الثقة بهم. هذا الأمر يتطلب دعما كبيرا من قبل وزارة النقل، الجهة الرعية للنادي والممول الرئيس الذي ترتكز عليه النوارس في رحلة طيرانها الموسمية في البطولات. ومن دون وجود هذا الدعم فلن تصمد طويلا وتصل إلى مبتغاها، لأن رياح القحط انهبت فلن تسمح لها بالتحليق عاليا كسرب واحد. أما على الجانب الإداري فيعيش الزوراء أجواء من الاستقرار نجدها غائبة عن أندية أخرى بعد إجرائه للانتخابات قبل فترة قليلة. انتخابات جديدة لنادي الزوراء وتغير طفيف على مستوى الفائزين وأمنيات كبيرة بتواصل الدعم من قبل وزارة النقل، دعم يتناسب مع حجم المشاركة في دور الأبطال والقيمة الكبيرة التي يحملها هذا النادي على مستوى الرياضة في العراق. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. مباشرة الحديث الأهم مع ضيفنا العزيز والقدير السيد عبد الكريم عبد الرزاق عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، والحديث بالتأكيد اليوم عن الزوراء مختلف عن كل المواسم، لأن الحديث عن بطل الدوري والحديث عن من يمثل العراق بعد سنوات من الغياب بدوري أبطال آسيا بالتأكيد يراد الكثير من التفصيل والتحليل. فسيد عبد الكريم بداية مرحبا بك، شكرا على حضورك، شكرا على وجودك ويانا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية. خليني أولا أبارك لكم أنتم كإدارة تجديد ثقة الهيئة العامة للنادي بحضراتكم ابتداء من الرئيس والنواب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزوراء، وأكيد يعني بقائكم على رأس أعمالكم في دورة جديدة ودليل على نجاحكم بالفترة الماضية، وأيضا المباركات مستمرة والتهاني مستمرة باللقب 14 بخزينة الزوراء، فألف ألف مبارك لكم العمل الجديد المسؤولية الجديدة وأيضا اللقب. سيد عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا استاذ بيان طبعا على المقدمة الرائعة اللي قدمتونا اياها، وانتم ايضا من الناس اللي ساهموا في بروز نادي الزوراء من خلال تقاريركم من خلال تغطيتكم المستمرة لهذا الموسم، يعني الاعلام له دور كبير في تحقيق هذا الانجاز، بالاضافة الى عامل الادارة والجمهور اللاعبين والكادر التدريبي والفني والطبي، فتحية لك لأن صار فترة طويلة من يعني ما ملتقين وما مشافين، وتحية إلى قناتك الموقرة وإلى برنامجك، إن شاء الله نكون عند حسن ظنك في الإجابة عن جميع أسئلتك. طيب سيد كريم، اليوم إحنا إدارة جديدة لنادي الزوراء، إدارة ليست جديدة لكن إدارة لأربع سنوات قادمة، أكيد عندكم رؤية، أكيد عندكم استراتيجية، وخلينا نكون صريحين قدام الشارع الرياضي وقدام خاصة جماهير الزوراء،
السنوات اللي فاتت حققتوا بيها الأهداف اللي أنتوا تريدوها، ورؤيتكم للسنوات الجاية شلون راح تكون كابتن؟ أستاذ فيان، إحنا مثل ما يعرف المشاهد الكريم بأنه نادي الزوراء إحنا جينا بالمهمة مالتنا صار لنا دورتين انتخابية. نعم. الحمد لله والشكر، يعني رغم الإمكانيات اللي أنت ذكرتها، الدعم المادي القليل، وأيضا اللي تواجد يعني على رأس الهرم كابتن فلاح حسن، قدرنا نحقق في هذه المواسم يعني بالهيئة الإدارية ثلاثة بطولة درع الدوري وكأس بطولة الكأس وأيضا بطولة كأس السوبر. نعم. فالحمد لله والشكر، تقييمنا يجي تقييمكم أنتم كإعلام كجمهور، يعني إحنا الشغلة الأساسية في نادي الزوراء هي التنظيم، عملنا التنظيم وليس عشوائيا، مع احترامي إلى بقية الأندية، لكن إحنا أقول لك يسود العمل من خلال اجتماعاتنا الدورية. شوف إحنا الفريق الهيئة الإدارية يمكن أقول لك الوحيدة، يعني مو يعني على نجاحنا سر نجاحنا، نعم، من غير مدرب الموسم يمكن مرة لو مرتين ونبقى مستمرين، ولا تتدخل إدارة النادي ولا يتدخل الجمهور في تشكيلة الفريق أو بإبعاد اللاعبين أو جلب اللاعبين. فالحمد لله والشكر كليتنا يعني في خدمة هذا النادي، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بعد ما قلت مشاركتنا في بطولة أبطال آسيا، إن شاء الله القادم يكون أفضل. طيب خلينا نذهب إلى تصريح الكابتن فلاح حسن رئيس الهيئة الإدارية نادي الزوراء، الحديث عن تطلعات الزوراء للموسم المقبل، عن التحديات الكبيرة اللي واجهها النوارس في ظل أنهم أبطال دوري، لازم يحافظون على الشيء اللي وصلوا له محليا، وأيضا الظهور المشرف لكرة القدم العراقية عبر الزوراء في دوري أبطال آسيا. نتابع الكابتن فلاح ونرجع للسيد عبد الكريم عبد الرزاق. ستكون خطواتنا مكملة لعمل الهيئة الإدارية السابقة، لأنه عندما تكون هناك قبلك هيئة إدارية ناجحة يجب أن تكون خطواتك فيها كثير من النجاح. إذا لم تضاهي نجاح الهيئة الإدارية السابقة فالمطلوب منك أن تكون أعلى. أمن كبير أنه وزارة النقل تبقى دائمة لنادي الزوراء، لأنه نادي رقم واحد في العراق، النادي الأكثر جماهيرية، النادي الذي يعشقه كل العراقيون، فهذه تضع مسؤولية على الحكومة العراقية أن ترعى هذا النادي. نحن أضعف الأندية الجماهيرية ميزانية، وبالتالي دائما نحس أنه هناك ضيق في الإيفاء بعقود لاعبينا. وهذه السنة نحن فزنا ببطولة الدوري صحيح، لكنه ما زال لاعبونا يعني لديهم مستحقات مالية كبيرة على إدارة النادي. كابتن ما يخليكم بخشية أنه دوري الأبطال بطولة كبيرة، الفرق اللي قبالكم تحتاجون لاعبين سوبر، تحتاجون أموال؟ أنا شخصيا سوف أضع الكرة في ملعب الحكومة العراقية ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية من ناحية الدعم. أنا هنا أقصد نحن كفريق فنيا جاهزون، لكنه ماديا لحد هاللحظة لم نجهز إلى هذه البطولة. سوف أعرض الموضوع على الحكومة العراقية متمثلة في وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، عسى أن يساهموا في دعم نادي الزوراء للذهاب بعيدا في هذه البطولة. أيوب أديشو، الملاك التدريبي باقي مع الفريق الموسم القادم؟ إن شاء الله، إن شاء الله هناك حالة انسجام بيننا وبين الكادر الفني، وإن شاء الله تستمر هذه العلاقة إلى سنوات طويلة وليس إلى سنة أو سنتين. سيد كريم، نرجع لحضرتك يعني نكمل كلام الكابتن فلاح حسن، يقول أنا راح أرمي الكرة بملعب الحكومة، راح أطالب وزارة الشباب والرياضة. اليوم أنتوا الموسم الجاي موسم مكلف وبي يعني بي صرفيات كثيرة، وزارة النقل الداعمة للنادي، أكو ثوابت على مسألة الدعم المادي؟ يعني أكو تواريخ محددة؟ أكو زيادة تناسب المسؤوليات والمهمات الجديدة؟ خاطبتوا وزارة الشباب والرياضة لتعزيز هذا الدعم سيد كريم؟ شوف أستاذ بيان، إحنا مثل ما قال الكابتن فلاح حسن، يعني الدعم هو ليس فقط دعم وزارة النقل ووزارة الشباب والأولمبية، يجب أن يكون دعم
من اعلى جهه في البلد اللي رئاسه الوزراء يجب تتفنى هذا الموضوع. طيب. راح اعطيك ارقام يعني وقيس احنا شوف وضعنا المادي، احنا يقولون تصرف على ميزانيه هائله على الانديه ومن خلال هاي الميزانيه انفجاريه وعقود اللاعبين خياليه. انا راح اجي اضرب لك فد مثل شيء بسيط، لو نحسب بالورقه والقلم احنا عندنا 20 نادي يلعبون 20 في مصاف الدرجه الاولى. تمام. لو نعطي كل نادي 3 مليارات دينار، يعني من نادي الكربلاء اللي عاوز عنده مادي يطلعون بالتلفزيون، يعني شنو ذنب هذه هذا النادي اللي مثل محافظه كبيره، الى الكهرباء الى الحدود، يعني كل الانديه بما فيهم الزوراء والجويه والشرطه والطلبه ايضا. اذا نضربها 20 نادي في 3 مليارات تطلع عندنا 60 مليار دينار عراقي، ال 60 مليار لو نحسبها بالدولار تطلع عندنا 50 مليون دولار وكسر. تمام. ال 50 مليون دولار وكسر استاذ بيان نص عقد من لاعب يجاوز عمره 34 سنه رونالدو، او احنا ما نقيس بس شوف انت. تمام. الميزانيه او ميسي او هازار او غارث بيل. طيب. او نيمار، كل هاي الاسماء، يعني احنا هاي المبالغ اللي ده تصرف لو هي الدوله تتمنى عليها ان تقول هاي الانديه، لانه هسه اقول لك استاذ فيان منو اللي يفرح الشعب؟ منو اللي هسه شوف انت المباريات، انا سابقا وانقلتها ايضا من قناتكم الموقره، خلي يطلع لي واحد يجمع 20,000 شخص يقول له اليوم تعال احضر اريدك تجمع، ما حد يحضرون، بينما اشوف متعه كره القدم وتفرح العالم وتخليهم يعني سيد كابتن سيد عبد الكريم، يعني انت برايك من خلال عملك باداره الزوراء، هاي صار سنوات طويله الله يعطيك طول العمر، انه بظل هذا الظرف انه 3 مليارات دينار عراقي كافيه لنادي وتغطيه مصاريفه سواء عنده بطوله اسيويه او ما عنده بطوله اسيويه؟ لا مو لهالدرجه، اذا عندك في بطوله اسيويه استاذ بيان زين، ترى احنا نادي الزوراء اخذنا البطوله مالت له 3 مليارات وشويه. تمام. مع احترامي الى قسم من الانديه، لكن احنا شنو الميزه اللي بينا اللاعبين اللي يجونا؟ احنا نوفي اللاعب مالتنا. هسه احنا مثل ما قال كابتن فلاح احنا مطلوبين لقسم من اللاعبين. تمام. لكن علينا التزام ان نوفيهم، ولولا معالي وزير النقل ودعمه للنادي كان احنا موقفين نشاطاتنا من قبل اكثر من شهرين. لكن الحمد لله وشكر التنظيم وهمة الكادر الفني والإداري واللاعبين وأيضا وقوف الجمهور معانا قدرنا نحقق هذه البطولة، الدرع الدوري الغالي علينا، يعني مثل ما قلت لك احنا صار 14 درع بخزانة نادي الزوراء، كل هذا من يعني جاء لا عملنا يعني غير تنظيمي وعمل زين يعني على مستوى الوزارة. فإحنا على مستوى الوزارة سيد عبد الكريم، على مستوى الوزارة اليوم، الوزاره لما انتم قابلتوا الوزير قبل ايام وانطيتوا الدرع وقعدتوا وياه، يعني وعدكم بشيء؟ اكو دفعات ثابته للفلوس؟ قلتوا له احنا عندنا بطوله اسيويه، هذا دوري ابطال اسيا، نحتاج لاعبين على مستويات عاليه؟ لان اقول لك اياها بصراحه، يعني ابتداء من المتحدث الى كل من يهمه، سمعه كره القدم العراقيه قلقين على الزوراء، لان دوري ابطال اسيا المشاركه غير، اللاعبين غير، يعني من البطولات القوية جدا، المستوى عالي جدا، نريد مشاركة تبيض الوجه وترفع الراس، وهذا ما يجي إلا باستقطاب لاعبين مهمين على المستوى المحلي وعلى مستوى المحترفين. أستاذ بيان يعني إحنا نادي الزوراء ونادي القوة الجوية راح نمثل العراق في بطولة آسيا. طيب. يجب الدعم يكون على مستوى عالي، إحنا صح وزارتنا وزارة النقل، بس أنت هسه أنا أقول لك رئاسة الوزراء محددة مليارين للأندية، مليار للبنى التحتية ومليار للعقود. زين. من يجيك لاعب انت سذا مليار عندك، من يجيك لاعبين؟ انا اكيف هسه ابحث لي على اللاعبين يعني على مستوى عالي على مستوى سوبر، لكن احنا هم بالاداره تقول لك اني يعني اعطي اربع لاعبين والبقيه شلون اظل اني اباوع على يعني على بقيه اللاعبين؟ تمام. ايضا اذا جبت لاعبين مثلا اني ب 250 مليون، زين انا عندي لاعبين هم سوبر، هسه مو يقولون سوبر يعني جلال حسن مو سوبر، طبعاً. مهند عبد الرحيم مو سوبر، يعني هذا عباس هذا قاسم مو سوبر، احمد فاضل مو سوبر، هذا اللي خلاكم اللي خلاكم ترفضون التعاقد مع سامال سعيد وعماد محسن، لان طلبوا 250 مليون وانتم يعني ما تريدون ترفعون سقف التعاقدات اللي عندكم، فلهذا انتم ما وافقتوا على انضمام عماد محسن وسامال سعيد.
احنا استاذ بيان قلت لك اني ميزانيتي شلون يعني على قدي، يعني انا قلت لك ما معقوله اجي كاهل ميزانيتي اخلي لي عقود 5 ملايين تاليه، ثاني ما اقدر 5 مليارات واني ما اقدر اوفيهم مليارين، ما اقدر اوفر لي. احنا تدري المعاناه اللي نعانيها، قلت لك في من نروح للوزاره والشركات اللي تابعه الى وزاره النقل، يعني مثلا عندنا قبل يومين استاذ قاهر سيد قاهر يروح للبصره ذهاب وياب مساء، يعني يعرض نفسه الى مخاطر الطريق، تدري هذا حتى نحصلنا على 100 مليون، وايضا بقيه الاخوان في اعضاء مجلس الاداره. لكن السيد الوزير يعني معالي سيد وزير النقل يعني خلانا فد مثلا دعايه الخطوط الجويه العراقيه، الموسم القادم ان شاء الله راح نحمل دعاية، هاي هم تجيب لك مبالغ. تمام. احنا لو معالي السيد وزير الشباب يعني يقول هاي واردات، احنا واردات المباريات ما اخذنا دينار واحد من الواردات، تدري احنا مثل واردات نادي الزوراء انت اكثر جماهيريه مع اعتزازي لبقيه الانديه، حضور جماهيريا هي نادي الزوراء، ملعب الزوراء والقوه الجويه يمتلئ يعني قول 40,000 متفرج. تمام. يعني 40,000 متفرج اذا البطاقه ب 5,000 دينار انت ربحان بهاي، روح تجيك 200 مليون على هاي المباراه انت ويا مع الشرطه مع الطلبه مع بقيه النجف، هاي الفرق الجماهيريه اللي عندها جماهير، احنا راح نقدر يعني تسد لنا قسم من عقود اللاعبين. يعني يعني موضوع سامال وعماد صحيح سيد كريم، يعني موضوع سامال وعماد صحيح انه انتم ردتوا تجيبوهم للنادي او هم رادوا يجون للزوراء، لكن مطالبتهم بعقود مرتفعه يعني خلاكم انتم تغضون النظر عن التعاقد وياهم. ترى هو هذا المبلغ مو فد مبلغ كبير، يعني بس انا قلت لك احنا عقود احنا ما عندنا هالميزانيه، وبعدين انا لازم هم اذا جبت مع اعتزازي الى سامان وعماد من اللاعبين الجيدين جدا، زين انا قلت لك بقيه اللاعبين انا عندي لاعبين يعني هم هذا الموسم يعني جلال حسن من هو وعلاء قاطع من الحراس المميزين جدا زين. يعني معقول انا انطيهم هذول عندي صار لهم خدمه والنادي انطيهم مبلغ مثلا اقل من هذا المبلغ، او مهند عبد الرحيم قلت لك او احمد فاضل او صفاء هادي، يعني حتى اللاعبين اللي موجودين عندك انا لازم ما اغمن اللاعبين اللي طيب اللي حتى المحترفين يجب حتى ان حتى المحترفين الى مستوى جيد. سيد عبد الكريم حتى المحترفين ايش راح تتعامل وياهم؟ يعني حتى المحترفين راح تيجي تجيب لك محترف ب 100 مليون اللي هي يمكن 100,000 دولار او اقل بشويه، راح تتعامل ويا المحترفين بهاي الميزانيه بهذه الاسعار، وانت كلنا متفقين انه دوري ابطال اسيا غير كاس الاتحاد الاسيوي. لا لا بالتاكيد يعني جزء اكثر من هذا المبلغ، لان احنا مثل ما تعرف بطوله اسيا الابطال عندنا 4 لاعبين مشاركين، احنا جددنا العقد ويا حسين جويد باقي لنا 3 لاعبين، فهذا الخيار للمدرب يعني هو يبعثوا له سيفيات وقسم هو شايفهم، فاحنا راح نشوف يعني على المستويات هذا هؤلاء اللاعبين راح نقدر يعني نتعاقد ويا اللاعبين، وايضا هم راح نطلب من معالي سيد وزير النقل بانه على الاقل يتكفلون يعني فد دائره فد شركه فد راعي يتكفلون لربما هؤلاء اللاعبين يطلبون مبالغ اكبر من هذا المبلغ، فبلكي يعني هاي على الاقل المحترفين يشيلون اياهم. طيب. حتى لا نوقع بفد مطب، ومثل ما قلت لك المحترفين عامل مساعد لك بس محترفين بمستوى جيد جدا، لان هسه اذا اشوف النادي الاهلي او نادي الهلال السعودي متعاقد له ويا لاعب واحد ب 5 مليون دولار. تمام. لاعب واحد ب 7 مليون دولار. صحيح. يعني مو ميزانيتك، تخلي له ميزانيه 4 انديه. تمام. طيب خلينا اصدقاء المشاهدين نروح للكابتن مهند عبد الرحيم، الكابتن باسم العيب يتحدثوا عن ما ينتظر الزوراء من مشاركات من موسم صعب، نسمعهم ونرجع للسيد كريم الرزاق. طبعا تعرف انت دوري كان صعب وجهود ظافرت بين الاداره والجماهير والجهاز الفني والحمد لله واللاعبين والحمد لله وشكر توجنا بدرع الدوري بصراحه الاداره متمسكه بالجهاز الفني وصارت مفاتحه من قبل الكابتن فلاح حسن للكابتن ايوب اديشو وصار اتفاق على المستقبل، لان يعني تعرف لدينا مشاركه ببطوله ابطال اسيا
يحتاج لنا تحضيرات مبكرة، لأن تعرف وقت ما عدنا، وعلى اعتبار الدوري الموسم القادم ينطلق 15/9 والدوري الكأس 1/9، فإن شاء الله راح تكون جلسة بعد هذه المباراة الأخيرة ويصير تباحث بكل الأمور وعلى الطاولة إن شاء الله والأمور طيبة. أكيد الإدارة الحالية بذلت كل ما بوسعها، بس بصراحة على الإمكانيات الموجودة حسب علمي بالنادي لا يستطيع النادي المشاركة ببطولة هكذا، بطولة صعبة وبطولة قوية، بطولة الأبطال. يحتاج لنا دعم من، رغم الدعم القليل يعني بصراحة يحتاج لنا دعم من قبل وزارة النقل ودعم حكومي على مستوى الحكومة وعلى مستوى رئيس وزراء لكي نواصل في هذه البطولة الصعبة. مبارك لكل الجماهير النادي الزوراء وأعضاء الإدارية، الكادر التدريبي، زملاء اللاعبين، ما قصروا حقيقة. موسم طويل، موسم صعب جدا، الحمد لله تكلل بالنجاح. بالنسبة للبقائي يعني أنا موقع سنتين مع النادي، أكيد واحترم هذا العقد. يعني أكو بعض العروض عندي، لكن يعني أتمنى أنه أبقى، يعني أستمر مع النادي. تعرف اللاعب كثرة التنقلات تأثر على مستوى اللاعب. أكيد بالبداية يحتاج الاستقرار التدريبي، أكيد أعتقد أنه الإدارية جددت الثقة بالكابتن. أكيد اللاعبين محتاجين يعني بعض التدعيمات. لاعبين عندنا، عديد من اللاعبين أعلنوا اعتزالهم. أكو عندنا حسين علي لاعب مؤثر جدا صانع ألعاب، غادر الاحتراف في الدوري القطري. لازم يعني أكو بعض التدعيمات للفريق. هذا الشيء قرر الكادر التدريبي والهيئة الإدارية. نتمنى أنه كل الأطراف يعني تكون إيد واحدة خلال يعني خلال الزوران مرشح لدوري أبطال آسيا. لازم الدعم المادي يكون أكثر أكيد، يعني بطولة مهمة وبطولة محتاجة أسماء أقوى طبعا. سيد عبد الكريم، يعني على سيرة اللاعبين وإحنا بنفس الموضوع، كلام عن اقتراب سعد عبد الأمير نجم منتخبنا الوطني من اللعب للزوراء. فعلا أنتوا يعني تفاوضتوا وياه، قعدتوا وياه، هل من ممكن نشوفه مع الزوراء الموسم الجاي محليا وآسيويا؟ أستاذ بيان، إحنا في نادي الزوراء صرنا يعني سوق البورصة، أي لاعب تتصل عليه بقية الأندية، إذا الزوراء أعطوك 100 مليون إحنا نعطيك 200 مليون. زين. فما أعرف يعني أحس كثير من اللاعبين يعني اللي جوي تدري رغبتهم. مثلا هسه أجيب لك مثل، علي حسين الرحيمة من إجا من الاحتراف إجا النادي الزوراء، تمام، هو إجا قال أنا جيبوا دوقة على بياض، بس علي حسين الرحيمه هو لعب عندنا موسم واحد بس، كانه لعب عندك قبل 20 موسم. زين. يعني هو تفاني وحبه للنادي وخلاصه والجمهور يحبه. احنا سعد عبد الامير يعني بين كابتن ايوب صار حديث، بس بعد يعني ان شاء الله قلت لك مو احنا هم يعني عندنا لاعبين هسه نتفاوض وياهم، لكن قسم من الانديه دا يغروهم. احنا قلت لك ما عندنا هاي الامكانيه الماديه، فقسم يقول لك لا، انا اريد حبي لفانية نادي الزوراء، حب الجمهور هذا الوفي لكم، فأريد أنا مثل نادي الزوراء. وبعدين أي واحد يلعب نادي الزوراء شو الطريق سهل إلى المنتخبات، وأيضا عندنا يعني الله يرزق اللي يجي عندنا. يعني سعد عبد الأمير ما جاوبتني، أكو تفاوض وياه من الممكن قريب بعيد من الزوراء سيد كريم؟ مو قلت لك سابيان يعني سأل نطرحها يجيك أهم فثلاث اندية اربع اندية تدخل على الخط، هنالك مفاوضات وان شاء الله اذا صارت انا اخبرك بها اذا صار. طيب. التعاقد منو يعني مو بس هو، اكو لاعبين اخرين هم. طيب منو ممكن من التشكيلة اللي اخذت الدوري يغادر يبقى؟ اكيد حرصكم على انه يبقى هيكل الفريق ووضعية الفريق، الكابتن ايوب ودي شلون يحكي امور فنية، حريص على انه تبقى نفس الاسماء وهي اللي تروح الى دوري ابطال اسيا، لكن اكو اسماء من الممكن تغادر الفريق. يعني سمعنا محمد عبد الزهراء، سمعنا يعني اسماء كثيره الان ما تحضرنا من الممكن تغادر الفريق. احنا بعد لحد الان اليوم امس كان اجتماع، تدري هاي الامر متروك الى الكادر الفني، تمام، يعني احنا ما ممكن الاداره يبعد لاعب، اكيد، لان هذا الكادر الفني هو اللي اليوم راح يعرض على الهيئه الاداريه اسماء قسم من اللاعبين، يعني مع احترامي لهم قدموا مستويات جيدة جائز، لكن الظروف هاي السنة القادمة يقول لك أنا جزء أريد أغير قسم من اللاعبين. تمام. أيضا عندنا صار اعتزال اللي حيدر عبد الأمير، تمام، ولؤي صلاح، تمام، هذا اعتزالهم معتزله، وحيدر صباح
قال أنا آخر سنة فراح يطلع من نادي الزوراء. تمام. عندك حسين علي يعني راح بالاحتراف، راح إلى نادي قطر. يعني جاء عقد احتراف خارجي. وعندنا نديم الصباغ يعني المدرب قال لا أنا ما أحتاج المدافع يمين ويسار. تمام. محترفين أريد بغير مركز زين. وعندنا إبراهيم بايش مبعد لتقرير فني وإداري. وقلت لك بقية اللاعبين حوالي بحدود 8 لاعبين خرجوا، لكن هسه تعاقدنا ويا 8 لاعبين ايضا جدد، هو كشباب وايضا كانوا مؤثرين في انديتهم. يعني يمكن اذا تريد اللي وقعناهم رسميا. تمام. اللي هم ستار ياسين وجبار كريم وحمزه عدنان واحمد محسن الملقب بابو كريشه وعماد عمار كاظم وخضر مدافع يمين نادي النجف، وايضا قسم من اللاعبين يعني قلت لك تفاوضنا وياهم. يعني ان شاء الله اليومين ثلاثه راح يكون اذا صار الاتفاق راح نوقعهم ان شاء الله. طيب خلينا نرجع، لكن هذا نحتاج. نعم. يعني العفو بس اريد اوصل لك فكره. فضل. كابتن ايوب يعني قال اريد محتاج مراكز اذا محليين او لم يعني نسد الباب من المحليين، عندنا 3 لاعبين محترفين راح نكملهم وان شاء الله يتم التعاقد من خلال اللجنه الفنيه والكادر الفني. طيب. للفريق. خلينا نذهب الى ايضا مجموعه اخرى من اللقاءات مع لاعبي الزوراء يتحدثون عن انجاز الزوراء والموسم الجديد، نتابع. مثل ما تعرف احنا حصلنا على بطوله الدوري، اكيد احنا سعيدين كلاعبين وككادر تدريبي وكلاعبين سعيدين بهذا الانجاز الكبير اللي حصلناه في هذا الموسم. اكيد تعبنا بذلنا مجهود على طول الموسم، حصلنا بدايه الموسم على بطوله كاس سوبر وبنهايه الموسم حصلنا على الدرع، فالحمد لله والشكر هذا انجاز كلش كبير بالنسبه لنا لاعبين. اتمنى ان شاء الله المزيد من التالق والانجازات في المواسم المقبله، وان شاء الله نقدم فد شيء يليق باسم هذا النادي الكبير. باقي الموسم القادم مع فريق الزوراء يعني لحد الان ان شاء الله باقي. اليوم انتم كلاعبين اضافه لكم الكابتن ايوب اديشو للفريق خلال الفتره السابقه؟ اكيد الكابتن ايوب غني عن التعريف، نعتبره كاب انه داخل يعني كمدرب يعتبر دائما ما ينصحنا دائما ما يعطينا الواجبات داخل الملعب، فضاف لنا بالنسبه لي اضاف لفد شيء كلش كبير داخل الملعب وخارج الملعب، فاتمنى له التوفيق ويانا او في اي مكان وان شاء الله نكون مع بعض في هذا النادي. طبعا نهدي هذا الفوز بالدرع الدوري للهيئه الاداريه اللي بذلت مجهود كبير خلال هذه السنه، وأكيد لنسى الكادر الفني والتدريب وجماهيرنا اللي عازرتنا طول هذه السنة بالداخل بغداد وخارج بغداد، هذا كانت بالأيام الشتاء أو أيام الصيف. قلت لك ما قصروا بأي حضور جماهيري كان، ولا ننسى اللاعبين أكيد اللي هي بدلوا وتكاتفوا وتآزرنا الحمد لله، وقدرنا نحقق الشيء لقب بسمعتنا ونضيف لقب بخزان النادي. اللي نطمح له اكيد هو السنه المقبله ان شاء الله حتى يظهر النادي بالمشاركه الاسيويه ابطال اسيا، اللي نطمح له اكيد هو شيء فشي يعني يليق بسمعتنا اكيد وسمعت نادينا وسمعت الكره العراقيه ان شاء الله. سيد كريم، ما اخذتوا جائزه مال الدوري الى حد الان، يعني ما استلمتوها ولا اكو وعود انه تستلمون جائزه الدوري؟ يعني البطل الدوري مو له مبلغ معين يعني ياخذه من الاتحاد كجائزه بطل الدوري العراقي، استلمتوا هذا المبلغ اجاكم؟ لا راح اسولف لك في الطرفه. يلا. اللي اخذنا الدوري قد ما كان الكابتن راضي شنيش المدرب بال 2011 و12، اي انا مدير الفريق رحت استلم الجائزه. تمام. ولازم الظرف وبدا مانطي وذول اللاعبين يجرون بي من عندي، هذا جيبه كابتن جيب هذا، جيت مبروك الفريق الفائز ورحت للاتحاد شو زين يابا شنو هي الجائزه؟ قالوا ماكو جائزه، جائزه اسيا سيل ما اعرف هذا عود مني حالونا اياها. لا اخذنا بالذاك الموسم ولا اخذنا هذا من كان كابتن باسم قاسم مدرب ولا هاي، ماكو اي جائزه انه لا ماليه بس عدل هذا الدرع الدوري. طبعا هو صح درع الدوري ثمين ومهم، لكن كل العالم عندما يفوز الفريق في بطوله الدوري له جائزه ماليه طبعا، هذه سواء تخصصها يعني الاتحاد الميزانيته ضعيفه
لازم على الاقل يطلب من رئاسه الوزراء او وزاره الشباب او اللجنه الاولمبيه للفريق الفائز يصير عرف فريق الفائز الاول اللي جائزه يعني مثلا نقول مليار، الثاني 750، الثالث 500، يعني حتى يحس بقيمه لها. يعني ماكو جائزه من الاتحاد وما راح تتعبون نفسكم وتطالبون انه مثلا تقولون هم وين الجائزه، لان انتم قبل ما سلمتوا جائزه فهسه هم بالتاكيد ما راح تسلمون جائزه. تجيب لي نادي من الانديه اذا القوى الجويه اخذوا او ادهوك او اي نادي اخذ بطوله الدوري واخذ جائزه، ماكو اي جائزه. هو النقل التلفزيوني كل العالم تاخذ من عنده حقوق. صحيح. هم لك اي يعني يمكن السنه الماضيه بس اعطونا 5000 دولار قالوا مال، والزوراء هو اكثر مباريات اللي تنقل له وهم ما اخذنا، يعني ما استلمنا، هاي حقوق منسيه. وارد المباريات ايضا من الحقوق المنسيه. طبعا. هاي مهمة جدا. خلينا نروح لتقرير سيد كريم عن ملعب الزوراء المنتظر اللي الكل، ملعب النوارس اللي الكل ينتظر اتمامه حتى يصبح للزوراء العش الجميل اللي الكل ينتظر افتتاحه. نتابع التقرير ونرجع لكم. ومرت 6 سنوات ولم يرى ملعب الزوراء النور بعد وعود عديدة وفترة إنجاز قياسية لم يكتب لها النجاح كلما اقترب موعد محدد. أعوام من عدم الاستقرار عاشها نادي الزوراء وهو يتنقل ما بين ملعبه القديم في الشلتشية وبين ملعب الشعب الذي استأجره في مبارياته الرسمية، ويمني النفس في ذات الوقت بإكمال ملعبه والذي لازال العمل به قائما لكن ليس بوتيرة واحدة بعد أن توقف في عدة مناسبات بسبب شحة الأموال وعدم استلام الشركة المنفذة للمبالغ. ملعب إن أنجز فعلا فسيساهم برفع الضغط عن ملاعب بغداد القليلة أصلا، وسيمنح الزوراء قوة حقيقية باحتضان جماهيره على أرضه بعد أعوام من التشتت وعدم الاستقرار بسبب خطوة وزارية خاطئة لم تلتزم بفترة الإنجاز أو توفر البديل المناسب قبل هدمه بشكل كامل. سيد كريم، محلياً راح تبقون مؤجرين لملعب الشعب تلعبون به الموسم الجاي، أكو اتفاق مع الوزارة بخصوص هذا الموضوع، وآسيويا بدوري أبطال آسيا كربلاء هو أيضا ملعبنا في ملعب الزوراء بالبطولة. نعم، هو ملعب كربلاء بعد ما حصلت الموافقة أن يكون ملعبنا. وتدري إحنا ما تقدر تأخذ أي ملعب تستأجر على ملعب الشعب لأنه الجمهور ما يكفي. صحيح. يعني إذا أنت هسه مثلا الزوراء لعبت ويا القوة الجوية مثلا فرضا نختار ملعب بغداد، يعني يكفي له 5000 متفرج واللي يحضرون 25000 متفرج او 30 او 40، وين تخليهم؟ تمام. يعني راح تصير كارثه. احنا بس احنا من خلال برنامجكم هذا والقناه الشرقيه المحترمه يعني هم نناشد معالي وزير الشباب اللي امس ابارك المدينة الكوت وايضا تمام. ابارك له من خلال ترأسه وزاره الشباب بافتتاح ملعب الكوت. يعني انت مثلا تنبهر او يعني تتفاخر من تشوف هيك ملاعب عندك في بلدنا هذا البلد العزيز، لكن احنا نقول بغداد العاصمه بغداد الحبيبه ايضا لازم، يعني ما معقوله فريق الزوراء والجويه والطلبه والشرطه وحتى فرق يعني يعني الكهرباء والحدود ما عاد فد ملعب، يعني هاي بغداد العاصمه. سيد كريم هو كان له تصريح، كان له تصريح قبل كم يوم السيد وزير الشباب والرياضه، قال ملعب الشعب هالمره هالموسم العفو ناديين بس راح ياخذون ملعب الشعب، فهل انتم واحد من هذول الناديين؟ العقد وياهم بس الموسم اللي فات، لو اكو موسم جديد، لو هسه راح تاخذون عقد جديد ويا وزاره الشباب والرياضه لتاجير ملعب الشعب؟ لا، هو العقود موسم واحد، لكن تمام. تدري معالي السيد وزير الشباب هو ايضا داعم الى نادي الزوراء، تمام. يعني خاصه بالبطوله الاسيويه من اعطانا ملعب نادي كربلاء، وايضا يعني دعم الصوره الشخصيه مباشره وغير مباشره. فاحنا قلت لك يعني الجمهور وين يروح؟ هذا يريد متعطش يريد يشوف مباراه، يعني هل معقول اني اجي العب في
نادي التاجي مع اعتزازي واحترامي اللي ما يكفي له 5000 متفرج او نادي بغداد، هو ايش عندنا ملاعب ببغداد؟ يعني ما عندنا ثلاث فرق أربعة تلعب على نادي التاجي، فريق على نادي بغداد وفريق على الصناعه، يعني فريق الكرخ ايضا نزل الى مصاف الدرجه الثانيه يعني الاولى العفو. نعم. زين، فانت ما عندك هاي الملاعب، ما عندك ملاعب انت، يعني من خلال حديث معالي وزير الشباب قال الى نهايه هذه السنه ان شاء الله ينفتح ملعب الزوراء، واحنا متاملين كل الخير يعني الدوله، لان انا قبل فتره قالوا نادي الزوراء هاي من العقود خلي له جزء من المبلغ حتى يكمل ملعبه، اول شيء احنا اللي نستلم الميزانيه يا دوب تكفينا عقود اللاعبين. فرضا انا ما مو مشكله اخلي لي مليار، يعني انا يراد لي 18 مليار حتى اكمل الملعب، لازم انا 18 سنه ما العب دوري، يعني هذا منين انا اجيبه؟ زين، المليارين سيد كريم، المليارين اللي خصصها مجلس الوزراء للانديه راح تطلق هذا الموسم اللي كان الحديث عنها قبل شهور، والان حضرتك عدت انه مليار للبنيه التحتيه ومليار للتعاقدات راح تطلق، هذه يعني صارت امر واقع، لو ايضا بعدها حبيسه الادراج مثل ما يقولون. لا هي امر واقع، بس احنا كادارات انديه يجب علينا كليتنا يعني نروح الى اعلى مستوى، نروح الى وزاره الشباب او الاولمبيه لتنقل هاي ارانا او صوتنا الى رئاسه الوزراء، لان انت ما معقوله يعني انا قلت لك تعطيني مليار كعقود لاعبين، هسه احنا قبل كانوا يقولون فلوس ماكو، هسه خير من الله. صحيح. يعني هسه راح يقولون خليتوا العين علينا، الميزانيه قرت في الأربعين دولار النفط، هسه النفط صار 70، روح صار 60، روح صار 50، هم عندك يعني هم ننظر الى المؤسسات الباقيه، الكهرباء والصحه والتربيه المدارس، الرياضة جزء مهم. أكيد. أنت هسه لو هاي المقولة تقول عندك يعني بلد برياضة وبصحة، أنت عندك العلم يوصل يعني إلى مستوى عالي، أيضا ما عندك أمراض، ما نحتاج إلى مستشفى نبنيه لو الناس كلها صحة ويلعبون يمارسون حقوقهم بالرياضة، المشي، الركض، يروح قاعات، يروح مسابح، كل هاي أنت تغنيك عنه إن شاء الله. إن شاء الله قلت لك يعني دولة رئيس الوزراء ما يقصر بهذا الجانب، يعني يزيد المنحة بحيث حتى هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه بالتأكيد، هذا ما نريده وما نتمناه. سيد عبد الكريم عبد الرزاق، يعني ما أعرف عندك إضافة بسيطة، إحنا يعني وقتنا انتهى، بس إذا عندك شيء مهم. أفرجت السلطات الإسرائيلية عن لا بالعكس، عندي إضافة، هو إحنا نادي الزوراء أو بقية الأندية ترى مو بس كرة قدم، أكيد عندنا ملاكمة، عندنا تجديف، عندنا بقية الألعاب هم نريد نصرف عليها، يعني حواضن للشباب العراقي، حواضن للشباب العراقي، كل انديتنا مو بس كرة القدم، اليوم الاندية العراقية لما بيها 10 العاب 8 العاب 7 العاب، كم شاب راح تحتضنه، كم شاب راح تبعده عن الفعل السيء، عن العمل المو صحيح، راح تبعده عن الخطر، راح تبعده عن عوالم كثيرة هي مؤثرة على حياته وحياة عائلته. بالتالي اليوم هي دعوة لمجلس الوزراء، وزارة الشباب والرياضة، كل المعنيين، انه فعلا هذه الاندية اللي تحتضن شبابنا لازم ندعمها، لازم ننطيها، لازم نوقف وياها، وخاصة الأندية اللي مقبلة على تمثيل العراق بمحفل كبير مثل دوري أبطال آسيا الجوية اللي راح يشارك بالملحق، والزوراء اللي أوريدي رايح لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، البطولة الصعبة، البطولة الطويلة، البطولة المكلفة، البطولة اللي بيها تعب كثير، فالكل لازم يوقف مع هذه الأندية ومع كل الأندية اللي حتى ما عندها مشاركات خارجية، حتى تكون عندنا رياضة حقيقية تلم الشباب العراقي وتقدم له نعمة الرياضة والصحة وبناء مجتمع سليم. خلينا نشكر السيد عبد الكريم عبد الرزاق عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الأمين المالي، شكرا جزيلا على حضورك، تواجدك ويانا اليوم، وشكرا لكم أصدقائي للمتابعة، نشوفكم باشر إن شاء الله، إلى اللقاء.